ما حكم لبس الذهب للنساء؟ جائز بشرط أن لا تظهر به أمام الرجال، تظهر به للأسواق وتتبرج به، فإذا تزينت به في بيتها وعند زوجها فهذا شيء أباحه الله له. أو من ينشأ في الحلية، يعني النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكانت الصحابيات رضي الله عنها يتحلين بالذهب والفضة ويتصدقن من حليهن كما جاء في الحديث، فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا تظهر به أمام الرجال أو في الشوارع، بل تستره. نعم.